والقيام من القبور، الله جل وعلا قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق يعني مات، هذه نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، قيل من الملائكة وقيل من الحور العين، كلهم ماتوا ولم يبقى أحد. ثم نفخ فيه أخرى. من اللي ينفخ؟ إسرافيل، الصور، معه الصور، وهو القرن، القرن الذي ينفخ فيه النفخة الأولى فيموت من على وجه الأرض كلهم، ثم يؤمر فينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، تطير الأرواح إلى أجسادها النفخة الثانية. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام من منين؟ من القبور، قومون من قبورهم. تشقق الأرض عنهم، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، تشقق الأرض عنهم، ويخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يعني القبور كأنهم جراد منتشر، يكسون الأرض من كثرتهم، مهطعين إلى الداعي، منقادين، ما يتأخر أحد، لا الكافر ولا المسلم، ما يتأخر أحد ولا يستطيع يتأخر، ويسرعون أيضا مهطعين إلى الداعي كأنهم جراد منتشر. وفي الآية الأخرى: يخرجون من الأجداث سراعا سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب علم، علم يذهبون إليه، يسرعون إليه، يسوقهم الملائكة ولا أحد يتخلف. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعث من في القبور أرسل عليها المطر، مطر ما هو مثل المطر هذا، مطر من السماء، نوع من المطر لا يمنع منه شيء، لا السقوف ولا ما يمنع منه شيء، ينفذ إلى الأرض ويدخل إلى الأجسام في القبور فتنبت مثل ما ينبت الحب، وتنبني الأجسام، تنبني الأجسام كما كانت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ينادي مناد فيقول: أيها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. فيجتمع الإنسان من الأرض، يجتمع بدنه، يجتمع كما كان، إلا أنه ما فيه روح، يجتمع حتى أنه لو مر عليه أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، ما تغير منه شيء. ثم يؤمر إسرافيل فينفخ في الصور فتطاير الأرواح، لأن الأرواح مجموعة في الصور، تتطاير كل روح إلى جسدها، ثم يحيون ويؤمرون بالمسير إلى المحشر، يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يقومون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر، ثم يجتمعون في المحشر ويقفون على أقدامهم في ضنك وضيق وحر شديد، وتدنو منهم الشمس، تدنو الشمس من رؤوسهم، ويأخذهم العرق والزحام الشديد، يعني لأن يجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد في صعيد واحد، يجتمعون ويعرقون عرقا شديدا، ويختلفون في العرق، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يأخذ إلى نصفه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه إلى آخره. والوقوف 50,000 سنة، شاخصة أبصارهم، حافية أقدامهم، ليس عليهم نعال ولا حفاة، عراة، ما عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، تعود القلفة التي قطعت تعود مكانها غرلا. ويقفون في هذا المحشر، هذا الوقوف الطويل، يجمعهم الله سبحانه وتعالى
في هذا المحشر، الأولون والآخرون. نعم.